لكن اتفقنا. خلاص كسل متكرم عينك ولو نحن ولاد بشاري ولازم نلوف على بعضنا بكل شيء. حبيبي الآن هي بنتي ببشو. مرحبا باي. مرحبا عم وكيم. اهلا بوبو. باي ما عقدي في شيء كتير ضروري، تعالت لي يا بوبا اتركي الجامعة ببيروت وطلعي فورا على بشاري. معلوم يا بوبو، في شيء رح يعجبك كتير. بدي اعمل مكتوب توصليه على الروب يلعند عاو. مكتوب ايش باي؟ مكتوب عزيمي يا غادو يا عاشا ولعند عم وكيم هون بالمطعم. باي بدك تعزم الجنرال على المطعم؟ ما وحده ومعه جبرون وشامل وكنعون ونقولة وجون عزيز وجوزيف بوفاضل. باي كلن كلن؟ معلوم كلن. وعم وكيم راح يسكرن المطعم هون على حسابهم. ولك تقبرني يا باي. عن جد ما هو معقول اعلان النوايا عايش صف قلوب الناس. مين صاحب المطعم هون؟ انا. شرفنا. لوين؟ وعامل حالك مش عارف كمان؟ اكثر من 35 اصابة تسمم عندك هون بالمطعم وبعدك فاتحه؟ نحن فريق وزارة الصحة. المطعم لازم ينختم بالشمع الاحمر. لا 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 دخيل ايش رايك كله؟ عنا يا غادو يا عاشو هاليومين مرقولنا ايه وبعدين بتعملوا اللي بدكم ايه لك الحكي لك. باي وانا اقول اشهى المحبة والاخلاص طلعت بك تسممهم؟ تقم يعملوا شوية اسهول ما وتحت خابر. طلعونا وكيم يقطع حظنا وكيم. يلا يلا يا فرحاكي لا. الحمد لله فات مقطوع.